استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعاملنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه، دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويعد عليهم الايام بخير. كل سنه وهو طيب وربنا يخليه لنا ويخلي لنا الشرطه ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنه تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعاده الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. انا بشكر رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبري دوت، ربنا يخليه لنا ويعمل انجازات جامده قوي في مصر. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تملي. وجهت الوزاره مأموريات للمحافظات المختلفه استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط اشاده بالجهود التي تبذلها وزاره الداخليه لتوفير مظله من الحمايه الاجتماعيه للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافه المناسبات وعلى مدار العام. مبادرة ديت الصراحه هي جت في وقتها، يعني الصراحه على دخول شهر رمضان الكريم، وربنا يخليك يا ريس على المبادره الجميله ديت والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيره باستمرار، مصر دي احلى. شكرا يا ريس، ربنا يخليك لينا وكل سنه وحضرتك طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الألف ألف شكر، سنة طيبة يا ريس، ربنا يخليك لنا يا ريس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا، وان هو فاكر الشعب في رمضان. والف شكر يا ريس على الحياه الكريمه اللي انت بتعملها لنا والمشاريع اللي انت بتعملها لنا على طول، ودايما فاكرنا على طول في الخير، وكل سنه وحضرتك انت طيب. شاكرين يا ريس على اللي انت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي انت بتعملها لنا. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار. ألف شكر على هديتكم، وهدية مقبولة وانتم نورتونا، وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الرئيس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعاً لأنهم وصلونا في الأماكن دي، محافظة كفر الشيخ، ويا رب دايماً يكونوا مستمرين في الحاجات دي. بمبسوطة إن هم بيفتكرونا وبيفتكروا أولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكرنا في جميع المناسبات، ودي مش أول مرة إن هو يعملها معانا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها دايماً مصر تمد الإيد. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي، وكل سنه وحضرتك طيب. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سيدي. ليك مناسبه الشهر الكريم. ربنا يخلينا سياده الرئيس، ربنا ما بيحرمناش منه يا رب. دايما فاكرنا على طول. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طول عمر الشعب ده ايد واحده، كل في ربط واليوم الدين. بفتح الباب لقيت الساده الظباط جايين وجايبين هديه راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعبهم ومشيهم، بنشكر سياده الرئيس وربنا يخليه لنا، وفي اي مناسبه بيفتكرونا برضه. واللي بإذن الله بيتحرك.
ربنا يخليك لينا يا رب يا ريس، يا رب يخليك لينا في البحر الأحمر. مبسوطة وشكرا على مساعداتك لينا يا ريس. مبادرة دي للجميع، وبنشكر وزارة الداخلية إنها بتدخل كل الناس، بتقول لكل الناس إن الناس كلها على راسي، مفيش حد وحد لأ. تشكرين يا سيادة الرئيس السيسي، والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه الفوق مرفوع. كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئيس وفي الرئيس الجمهورية وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتم فيه ويساعدكم على اللي انتم فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحدة، دول في البط واليوم الدين. ده كفاية انكم دايين والله، ده دخلتكم دي بالدنيا كلها. حابب اقول له للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا، ربنا يخلونا يا رب. لا شك أن وزارة الداخلية تضع في مقدمة أولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، فالأمن رسالة إنسانية تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي المبادرة وهو بيجيب لنا البحر الأحمر، وربنا يديله الصحة ويخلي للشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا